تزخر الجزائر بمقومات طبيعية وثروات فلاحية هائلة تجمع بين أراضٍ خصبة وسهول منتجة في الشمال وصحراء شاسعة اخضر لون رمالها في الجنوب بفضل تضافر جهود المزارعين ودعم السلطات العليا للبلاد للقطاع الفلاحي لأهميته البالغة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. منذ استقلال الجزائر عرف القطاع الزراعي العديد من البرامج والتنظيمات بهدف بناء قطاع منتج وجعله قاعدة متينة للاقتصاد الوطني رغم كل محاولات المستثمر الفرنسي لنهب وحرق الأراضي المنتجة في الجزائر. فكانت البداية بتأميم الأراضي الفلاحية وإنشاء نظام التسيير الذاتي للمزارع تلتها بعد ذلك العديد من الإصلاحات الزراعية والهدف تحقيق التوازن والاستقرار الغذائي مع توفير التسهيلات اللازمة للفلاحين لتمكينهم من تخطي الصعوبات والتركيز على الإنتاج في أراضيهم. اليوم والجزائر تحتفل بالذكرى 60 للاستقلال تعمل السلطات جاهدة على تجسيد سياسات فلاحية مستدامة تسمح بتعزيز الأمن الغذائي للبلاد وتشجيع الفروع الخلاقة للثروة مع التركيز على اتباع الطرق العلمية للإنتاج الفلاحي في الشعب الاستراتيجية وتسهيل الإجراءات الإدارية بتوفير العقار الفلاحي خاصة في الزراعات الصناعية والتحويلية من خلال إنشاء ديوان لتطوير الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية. أنشئ هذا الديوان لغرض تسهيل منح الأراضي والقضاء على البيروقراطية من خلال الاعتماد على الرقمنة. وفعلا تقريبا في بداية شهر أفريل المنصرم يعني سنة 2021 انطلقنا في التسجيلات عبر الموقع، وكانت بعض الشهود نتاع بعض المستثمرين يعني اللي حاملين مشاريع اللي قدموا ملفاتهم فيهم حتى اللي في 3 أيام يعني تزامنت مع معالجة الملفات تم منحه قطعة أرض يعني بكل سهولة. منذ انطلاق العملية السنة الماضية تقريبا رانا في ما يقارب 100,000 هكتار اللي وزعت إلى 140 حامل مشروع يعني مستثمر. فيما سيتم منح قطع فلاحية أخرى للشباب الراغبين في الاستثمار في الزراعات الصناعية تشجيعا لهذه الشعبة المهمة. بالنسبة للمرحلة الثانية كاين غلاف كما نقولوا محفظة عقارية راها قيد كما نقولوا الدراسة على مستوى الأمن العام للحكومة اللي فيها واحد ما يقارب 88,000 هكتار. في القريب إن شاء الله الأيام القريبة إن شاء الله القادمة بمجرد ما يمضى ويتبيبلي يعني ينشر القرار الوزاري المشترك لمنح هذه المحفظة العقارية الجديدة للديوان نعلن عليها ثاني كذلك عبر الموقع. وكاين شطر ثالث اللي راه قيد الدراسة حتى نكمل كما نقولوا المحفظة العقارية الكاملة اللي كانت مبرمجة للديوان واللي هي تفوق 500,000 هكتار. إلى شعبة الحبوب الاستراتيجية وقصد تشجيع الفلاحين على مضاعفة الإنتاج تم مؤخراً رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب بالإضافة إلى الشعير والشوفان، قرار استحسنه الفلاحون عبر ربوع الوطن وشجعهم على توسيع المساحات المزروعة في ظل الظروف المناخية المناسبة هذا الموسم. هذه القطعة من الأرض تابعة لمزرعة عزية تتربع على مساحة 15 هكتار مغروسة بالقمح الصلب فيترون للتكثيف بفضل دعم الدولة أو مساندة الدولة للزراعات الاستراتيجية بمرافقة CCLS بياسور اللي عطتنا البودور. قمنا بغرس هذه القطعة اللي ننتظر منها إن شاء الله
مردود ما يفوق الخمسين قنطار في الهكتار. زيادة الأسعار في جميع الحبوب أدت إلى تكثيف زراعة المحاصيل الحبوب. فيما يخص شعبة الحبوب بالمزرعة النموذجية، الممول الرئيسي بالنسبة للبذور والأسمدة العضوية والأسمدة هي تتم عن طريق قرض الرفيق، وفي كذلك عندنا برنامج خاص مع المعهد التقني للزراعات الكبرى الذي يتركز على البذور القاعدية، يعني جي 2 وجي 3، وعندنا برنامج خاص يعني مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية سكيكدا الخاص بالبذور، إنتاج البذور القاعدية. وعندنا وسي الدولة يعني تمنحنا واحد دي بريم كونسيرنون لا ملتيبليكاسيون، دي بريم يسمحنا الواحد نتاعنا الانتاج تاعنا متوجه للبذور نديو عليه لي بريم كل عام. يعني هاد التسهيلات يعني اللي يسمى لي الممنوحه من طرف الدوله يعني خلاتنا عطاتنا تشجيعات باش نكملوا في هذه الشعبه ونخدموا بكل اريحيه. مردود ان شاء الله يكون جيد خاصه في ماده القمح الصلب والقمح اللين، يتعدى من 25 الى 30 الى 35 قنطار في الهكتار. احنا في المده الاخيره قمنا بعمليه احصاء شامل للحبوب، وقمنا بتحسيس ومع اللجنه الولائيه لمتابعه وتقييم عمليه الحصاد والدرس، حيث احصينا حوالي اكثر من 30,000 هكتار خاصه الحبوب. الدوله دعمت الفلاح بزياده الاسعار خاصه القمح الصلب والقمح اللين. كذلك في الاجتماع الاخير للجنه الاطارات مع السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية الذي أعطى تعليمات بأن يكون الشعير مجاني من طرف تعاونية الحبوب وكل جافة، الحصاد يكون مجاني والدفع إن شاء الله جميع المحصول يكون دفع إلى تعاونية الحبوب وكل جافة. كل المؤشرات تبشر بتحقيق مردود وفير هذا الموسم، أمر استعد له الديوان الجزائري المهني للحبوب بتجنيد كل الوسائل اللوجستية لتسهيل عملية الحصاد والدرس ونقل المنتوج وتخزينه عبر كامل وحداته والتعاونيات المنتشرة عبر الوطن. درنا دوسي عطاونا الأرض واليوم الحمد لله رانا ننجو. راك تشوفوا القمح ما شاء الله اليوم السنة عام بارد وزين، والقمح هنا راه يدير 50 قنطار 60 70 على حسب ما تغرس بكري توكل زين، لي زونغري زينه ثاني تجيب سلعه زينه. راك تشوف السنه الخير تاع ربي، شوف السبوله كي دايره خير من العام اللي فات. العام كان ناقص، المطر ما كاش في التل، وهذا العام ما شاء الله الله يبارك. مارغري زريعه زينه جابونا شاناز هذه مليحه، توالم الجو تاع اضرار. رانا درك في حوالي سنتين، السنه الاولى 150 هكتار والسنة الثانية رانا في 200 و 300 هكتار، والحمد لله نتمنى ان شاء الله السنة العام هذا منتوج ان شاء الله يكون خير من العام اللي فات. عاملين 71 قمح صلب وعاملين 33 قمح لين. المردود تاع القمح القمح الصلب بربي ان شاء الله يفوت 35 في الهكتار، والقمح اللين يفوت 40. بالنسبة للدعم جيت جرارات خلصتهم وجينا ماشينا تحصاد، والحمد لله الدعم تاع الدوله رانا ماشيين به، والدوله راهي مرافقتنا من الغرفه للمديريه للدو سي سي ال اس جماعه كلها راهم قايمين بينا ويطلوا علينا ويعطونا نصائح ورانا نمشوا بالنصائح تاعهم. اهدافي نزيد نوسع توسيع الخدمه ونخدموا مع اكثر من هكا باش تكون الاخر نعملوا الاكتفاء الذاتي، ما عاد يكون الشراء من الخارج، الشيء اللي راح يشوفه من الخارج يزيدوه لنا احنا الفلاحه بالخدمه ان شاء الله نعملوا الاكتفاء الذاتي. في موسمها الثاني على التوالي بدأت زراعة السلجم الزيتي في كسب التحدي بالجزائر، بعدما استطاع الفلاحون في التحكم في المسار التقني لهذه الزراعة الاستراتيجية. العينة من المزرعة النموذجية ريش عبد المجيد بولاية قالما
حيث نجح المزارعون في توسيع المساحة المخصصة لزراعة السلجم الزيتي لأهميتها في الدورة الزراعية للتربة، ناهيك عن فوائدها الاقتصادية كزراعة استراتيجية خاصة، وأن الجزائر تملك كل مقومات نجاح هذه الزراعة. سلجم زيتي عندنا خبرة درك لا دوزيام اني، ان شاء الله منا ورايح نتحكموا في ليتينيرير تكنيك تاعو، ورانا نديرو ثنا في لا ميتيبليكاسيون عن ايشيل ريدويت، بصح 5 كتارات 10 كتارات كل سنة، هذا للإفادة في تجارب محلية، وعليه لا نديرو بذورنا تاعنا الخاصة والبذور المحلية تاعنا. كل هذا المجهودات وكل هذا اللي رم يبذلوها العمال وكذا، عندنا بفضل مرافقة، بدون مرافقة كنا ما نقدروش يعني نوصلوا لهذا النتائج وهذه المستويات الإنتاجية. مرافقة من طرف لو جروب، من طرف الوزارة، ماليا تقنيا، حتى الوصول إلى مديرية المصالح الفلاحية، الغرفة الفلاحية بالولاية. رانا دائما في مرافقة ومتابعة ومساندة الفلاح في كل ما يخص هذه الشعب، يعني رافقناه في الأسمدة، رافقناهم في آلات الرش، رافقناهم في ايام تكوينيه في كل الشعب، سواء في 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 في, في الحبوب ولا في السلجم الزيتي. باش نقول لكم على سبيل المثال، رانا السنه العام اللي فات درنا 400 هكتار من القمح من السلجم الزيتي، السنه درنا قفزه نوعيه وين لحقنا حتى 1252 هكتار في 2029. يعني باش نقول لكم وين هذه كاع التلاحم تاع الفلاحين هذو جعلت باش نطلعوا المساحه تاع السلجم الزيتي، وين كاع الفلاحين انضموا الى هذا البرنامج. في شعبة الطماطم الصناعية تمكنت الجزائر خلال السنوات الأخيرة من تحقيق اكتفائها الذاتي في منتجي مركز الطماطم المزدوج والثلاثي التركيز، نتائج حققت بعدما نجح الفلاحون في رفع قدراتهم الإنتاجية في ظل إجراءات الدعم والمرافقة، لا سيما فيما يتعلق باقتناء أجهزة الري ومكننة الشعبة ودفع المنح، ما انعكس إيجابا على مردودية المنتجين والمحولين. الطماطم هذه شتلة مشتلينها لأرواحنا، مش بوبنيير ولا مشتلينها كيما نقولوا احنا الحوض. هذه صنف الطماطم الركول معروفة عند الناس كل المنطقة، تبو شقوف هذه ما مشهورة شوية بالطماطم. طماطم فيها طماطم منتوج مليح وطماطم تصلح فيها مليح. المصالح الفلاحية راهي معاون الفلاح فوق القيمة تاعها أكثر من الجهة تاعها. احنا نرافقوا الفلاح من بداية الغرس إلى غاية الجني. في البداية احنا نكونوا معاه في كيدير لا بيبينيير تاعو بالخبراء تاعنا بالتقنيين، نخرجوا لهم خرجات دورية، نشوفوا كيفاه ماشية النبتة هذه. نمدوا له ثاني عندنا الدعم في مجال الاخر، مجال الاسمده الفلاحيه، سماد العمق وسماد لونكيت كوفرتور، كاين فيه دعم من طرف وزاره الفلاحه والتنميه الريفيه. عندنا ثاني كي تطلع النبته هذه نرافقوه لانه الظروف المناخيه قادره تسبب في امراض كثيره، احنا ندلوه على الادويه اللي لازم يستخدمها ونكونوا ماشيين معاه من البدايه النهايه في المسار التقني تاعنا. عندنا خبراء هنايا، عندنا مفتشي الصحه النباتيه اللي يجيو هما يجيونا بصفه منتظمه، احنا نستقبلوهم على مستوى الفرع تاعنا على مستوى المديريه. بالنسبه للامور تاع المصالح الفلاحيه، مرافقه بكل حل بس بها، ما في ما خصها حتى شيء، يجوا يطلوا يشوفوا واش خصنا اللي تخص يعني في الانواع تاع المزروعات، من الاصناف تاع الطماطم السقي، كل شيء. لكل حال مرافقة جيدة، حتى الدولة معاونتنا في ليزونغري، تعطينا الدعم في ليزونغري، تعطينا دعم يعني في البريدروفيان تاع الطماطم.
توقعات بالك نكونوا بالها ان شاء الله 800 850 حتى 900 قنطار في القطار ان شاء الله. هذه يعني كمتوسط قادر الكيل اللي يروح ل 1000 بصح وكاين اللي يدير 500 ماشي كيف كيف على حسب على حسب الصنف وعلى حسب الخدمه وعلى حسب الوقفه. كما تستعد مصانع التحويل لاستقبال محاصيل الطماطم برفع قدراتها الاستيعابية وطاقاتها التحويلية للتكفل الأحسن بالفلاحين وتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاح عملية التحويل. طاقة الإنتاج تاع المصنع تاعنا تاع الطماطم هي 3300 طن يوميا فيما يخص الطماطم الصناعية. فيما يخص الفواكه عندنا طاقة تاع 800 طن يوميا نقدروا لان الارقام هي اللي تتكلم عن نفسها. بالطاقة هذه نقدر نقول لك باللي نقدروا نستقبلوا انتاج تاع طماطم تاع حوالي 3000 حتى 4000 هكتار طماطم. نقدروا نستقبلوا حتى 2000 هكتار تاع انتاج تاع برتقال ونقوم بتحويل حتى الفواكه. عندنا المشمش، عندنا الفراولة، عندنا حتى الجزر. يعني المصنع تاعنا كي يدخل في اون بلان برودكسيون، يدخل في الانتاج المكتمل، نقدروا نغطيو بين الطماطم وبين بين بين الفواكه من 8000 حتى 10000 هكتار. الموسم الحالي ان شاء الله عندنا دي زونكاجمون، عندنا مع دي كونترا مع الفلاحين لاكثر من 1200 هكتار للطماطم، لتحويل الطماطم. مع مردود ان شاء الله السنه هذه راح يكون مردود لا باس به. ما تساقط الامطار الاخيره ولا راح نلحقوا 1000 قنطار واكثر من 1000 قنطار في الهكتار. يعني ممكن راح نلحقوا تاع اكثر من 130 مليون كيلوغرام تاع الطماطم. نحاولوها ان شاء الله باذن الله. وحنا الهدف تاعنا باش نغطوا الاكتفاء تاع الريجيونال الجهوي وفيما لا الوطني ونروحوا حتى للتصدير ان شاء الله. دعم المزارعين ومرافقتهم ميدانياً شمل جميع الشعب الفلاحية خاصة الاستراتيجية منها، وأيضاً تلك التي تعرف استهلاكاً واسعاً كمنتج البطاطا. العينة من ولاية عين الدفلة المعروفة بإنتاجها الوفير لهذه المادة، فبهذه المستثمرة لإنتاج بذور البطاطا والبطاطا الموجهة للاستهلاك يجتهد الفلاحون في تحقيق إنتاج وفير يغطي السوق الوطنية باتباع المسار التقني للإنتاج والسقي من أجل الحصول على مردود أفضل من السنوات السابقة. شعبة البطاطا هنا لكل حارة 16 هكتار تاع من نوع أريزونا ذات البذور. المردود على كل حارة حوالي 400 قنطار في الهكتار. نوعية السقي الرشاش على كل حال هذا المنتوج يدوه لغرفة التبريد من نوعية هذه الأسئو باش نعاودوا نزرعوها في الموسم الجاي إن شاء الله. الحمد لله على كل حال المنتوج راه لاباس به. دير المتابعة من بداية من الحرث واروح حتى يتبع على كل حال حتى الجني حتى اليوم هذا اللي انا فيه. كيفاش تكون متابعه؟ يديروا لكم ليزاناليز؟ ليزاناليز دو سول فيها ليزاناليز تاع الشجره تاع البطاطا كل شيء حتى الطرف. في السنه عندنا حوالي 11000 هكتار. هذه المجموع تاع المساحه المغروسه تاع البطاطا، البطاطا الموسميه والبطاطا ما قبل الموسميه. المنتوج السنوي يفوق 5 ملايين قنطار. من بين هذه 5 ملايين قنطار عندنا حوالي 3 ملايين قنطار هي تروح البذور، وعندنا 2 مليون قنطار هي تروح الاستهلاك. الفلاح عنده دعم كبير من طرف الدولة فيما يخص كل الشعوب خاصة الشعب تاع البطاطا. عنده الدعم فيما يخص العتاد السقي، فيما يخص السقي، فيما يخص الأسمدة، وفيما يخص خاصة الفلاحين اللي داخلين في برنامج تاع البذور ولا برنامج تاع سير بالاك. راهي الدولة تعطي له دعم حتى يفوت 3 دينار حتى 4 دينار في الكيلوغرام المخزونة تاع سواء البذور سواء الاستهلاك.
تجسيدا للمشاريع التنموية المسطرة من طرف الدولة الجزائرية، تم خلال السنوات الأخيرة ربط العديد من المستثمرات بالكهرباء الفلاحية. العينة من ولاية غليزان، حيث استحسن الفلاحون إيصال مستثمراتهم بالكهرباء، ما مكنهم من الاستغلال الأمثل لمستثمراتهم وسهل عليهم ضخ مياه السقي. احنا يا الحمد لله فر المديرية الفلاحة عاونونا في هذا الكهرباء، خاطش عليها كنا حنايا شويه مغبونين شويه في المازوط والتعب والاخرين. الحمد لله دروك حنايا بفضل المديريه تاع الفلاحه وفضل الدوله اعطونا هذا الكهرباء، راهم اعطونا تدعيم تاع الكهرباء. الحمد لله السنه خير من اللي سنة. كنا مغبونين في الكهرباء ناقصه المياه، الحمد لله الخطره هذه عام تاع سنه راه خير من الشيء اللي كان. لا سنه الحمد لله يا ربي، رانا نخدموا رانا نتجو، كنا شويه عيانين في الضو، كنا نسقو غير في الليل، في النهار ما يروش عندنا البوانب، المرجي ما طنوش تاكل الضو بزاف، كنا نخدموا غير في الليل، دروك رانا نسقو في النهار. رانا الحمد لله يا ربي تمام، رانا ندمروا على رواحنا، وكنت زيد تعاون الدوله نزيدوا ننتجوا كثر ان شاء الله باذن الله. وكانوا والدينا مستكل فينا في هذا الارض كانت غير فلاحه، احنا اليوم رانا درنا الشجره درنا كل خير، وراهنا غير نزيدوا نطوروا فيها ان شاء الله باذن الله. وهذا عام السنه كمان الدوله تفكرتنا وراهي تعاوننا، احنا هذا الدعم انا ما شفتوش في حياتي، ما شفتوش، شتا السنه باش شت هذا الدعم. ما يخص برنامج الدوله اللي راها مدات وعطات اهميه لهذا النشاط الفلاحي هنايا في ولايه غليزان، انها دعمت تقريبا كل الشعاب انها مدعمه، وهذا اللي خلى الفلاحين يزيدوا يوسعوا المساحات المنتجه خاصه للمره الاخيره فيما يخص ربط المستثمرات الفلاحيه بالكهرباء. وهذا برنامج تاع السيد رئيس الجمهوريه وين ولايه غليزان استفادت ب 480 يعني ربط مستثمرات فلاحيه، هذه فلاحيه منتجه. احنا دونك اللي كان عندهم هذيك العراقيل وتاع المصاريف فيما يخص يعني المازوط يعني الطريقه التقليديه الاخر، الان الحمد لله كانت كان هذا رانا انتقلنا مباشره وين يعني نخفوا العبء على الفلاحين. بأعالي جبال الحنانشا بولاية سوق هراس تمارس آسيا مهنة الفلاحة وتربية الأبقار الحلوب بالإضافة إلى تربية الأغنام، مهنة ورثتها عن أجدادها بعدما ترك لها والدها مسؤولية خدمة الأرض، ونجحت في تطوير نشاطها بما وجدته من كل وسائل المرافقة والدعم من قبل المصالح المعنية. مدي قرض من لاكناك بثمانية بقرات، ومن بعد بقيت نخدم فيه أنا وخيوتي وعماتي ويما، وكان المرحوم بابا ربي يرحمه. ومن بعد تطورت منين كانت ثمانية بقرات هذوكم ولوا في 20 بقرة. كغيرها من النساء الريفيات استفادت آسيا من العديد من التكوينات في إطار برنامج تحسين القدرات البشرية والإنتاجية، ما عاد بالفائدة على قدراتها الإنتاجية، كما لم تكتفي بخدمة الأرض فقط بل توجهت للعمل الجمعوي، إذ تعتبر من المؤسسات للجمعية الولائية لتنمية المرأة الريفية بسوق هراس، وحازت على العديد من التكريمات وطنيا ودوليا. دعموني مديرية المصالح الفلاحية بالدعم الفلاحي تاع الاستابل، ومن بعد زادت كرموني بما الشهادات هذوكم، راني درت القوة أكثر، والقوة الأكثر اللي درتها وقتنا اللي هزيت هذاك القرض تاع 8 بقرات. الناس جيراني واللي دايرين بيا قالوا توا مراه توا تتبيعهم وما تقدرش ليهم ويموتوا وتطيشهم، هذاك هو انا اللي زاد قواني اكثر. اليوم تنتج آسيا ازيد من 250 لترا من الحليب يوميا،
فهي بذلك مثال يقتدى به للمرأة الريفية وللفلاحة الأسرية لمساهمتها الفعالة في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني. فيما يخص المثل تاع المرأة الريفية، يعني باش نمدوا النظرة أولا على أهمية الصناديق كناكي لانساج لما تمول، يعني الصندوق راح يمول مشروع، لكن المشروع لازمه متابعة، لازمه مرافقة. مرأة كيما ديكا مشات بدعم من عند صندوق البطالة بثمانية بقرات ونماتها حتى العشرين، وراحت في التنمية الفلاحية تاعها، وهذا بفضل المرافقة الدعم لما الفلاح وخاصة الفلاحة المرأة شفنا واش تقدر تدير. وهذا مثل اللي نمشيو به ونعطيو مثل للمرأة الريفية الجزائرية اللي تكون في الأمان في الإطار الفلاحي. تولي السلطات عناية خاصة بقطاع الفلاحة كقطاع خالق للثروات ومساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عبر وضع الآليات الفعالة المبنية على معطيات واقعية والمجسدة في برامج تنموية لإرساء دعائم تنمية شاملة ومستدامة. فأرض الجزائر المباركة والمسقية بدماء الشهداء تنتج اليوم شتى أنواع الغلال بفضل جهود أبنائها وبناتها الذين يؤمنون أن الفلاحة كنز ينمو ويزيد في أرض الخيرات، أرض الجزائر.